مسح الرأس يكون بمسح ظاهري، بمسح ظاهري وليس بإيصال الماء إلى باطني. هذا في الاغتسال، هذا في الاغتسال، إيصال الماء إلى فروة الرأس أو إيصال الماء إلى منابت شعر الرأس، هذا في الاغتسال. أما في المسح الرأس فيمسح ظاهر الرأس، ومن مسح وخلل شعر رأسه فقد ابتدع، فقد ابتدع. لماذا؟ لأن هذا فيه غلو وتنطع، فيه غلو وتنطع، يمسح ظاهر رأسه. وحد الرأس مثل ما ذكر من حد الوجه إلى ما يسمى قفاه، وحد الوجه قلنا من منابت شعر الرأس، إذن من منابت شعر الرأس إلى الخلف هذا يسمى، هذا حد الوجه، حد الرأس، حد الرأس من منابت، من حد الوجه إلى ما يسمى قفاه. والقفا هو آخر شعر الرأس، القريب من الرقبة، القريب من الرقبة، ولذلك يوصل الماء إلى آخر شعر رأسه، هذا يسمى القفا، هذا يسمى القفا.